السلام عليكم. الله يرحمك يا حشيد، يا صاحب المقولة الشهيرة أحبك يا شعب. اليوم خليفتك اللي بالطبيعة النار تخلف الرماد العباسي باع البلاد، باع البلاد العصابة ما عندها حتى علاقة بالشعب وحتى علاقة بتونس. العباسي اللي نقض النهضة من معناتها محطوط باش يمنع النهضة من كل غسرة، يمنع العصابة اللي قتلت شكري بالعيد واللي قتلت الحاج البراهمي واللي قتلت الجيوش متاع تونس واللي قتلت الأمن متاع تونس. فهمتني؟ الدورة متاع العباسي كان تجور إنقاذ النهضة، واللي أشهر طويك بعد موت معناتها محمد البراهمي جاء اليوم باش معناتها عاون النهضة باش تحط إنسان منها، معناتها النهضة خلفت روحها فضل العباسي. خاطر أون برانسيب كان جاي راجل من خاطر هو حوار وطني على أساس توافق والناس كل معناتها متوافقة، كيفاش معناتها جبهة إنقاذ كاملة معناتها خرجت مطرح وهو قعد يواصل في الحوار، واللي معناتها كل يوم يقول لنا الجمعة هذه والجمعة الجاية والجمعة اللي بعدها، وهو زعمة سيد بقلادة فهمت كذا باش نصارح الشعب. لا نطلع عليك يا ساقط يا نذل، في الاخر تغدر بالشعب، تغدر بالنقابيين الشرفاء، الاتحاد العام التونسي بالشغل. فهمتني؟ معناتها يذكرنا بمحمد علي الحامي، ذكرنا بفرحات حشيد الله يرحمه، الحبيب عاشور اللي وقف معناتها فهمت كذا ضد الظلم وضد معناتها اي حاجه، وفي وقت بورقيبه الزعيم معناتها الكبير والعظيم بورقيبه وقف له. فهمتني؟ جي اليوم فهمتني وتم بطح للمجرم الغنوشي، عملت عار النقابة، عملت عار تاريخ حشاد، لكن النقابيين الشرفاء بإذن الله والشعب التونسي باش ياخذ ثارو منك ومن العصابة النكبوية اللي فرضتها على التوانسة، واللي معناتها عملت سينما كما حبيت معناتها من أجل إرضاخ معناتها ومن أجل معناتها إرغامنا باش نقبلوا بالامر الواقع، لكن الامر الواقع باش تقبلوا انتو باذن الله والعصابه اللي عاونتها باش تاخذ الحكم من جديد. لكن باذن الله تونس ليها رجالها وشعبها مهما يكون اللي ساكت، لكن النار من تحت الرماد. نهار الانفجار نتاع الشعب التونسي، الانفجار نتاع النقابيين الشرفاء واللي نتذكروا معناتها انطلقوا من صفاقس، عمرها ما كانت القياده فهمتني معاهد بن علي ولا توا هي اللي معناتها تمثل معناتها روح الشعب، كانت تجور القواعد النقابية هي اللي تتكلم على الشعب وتدافع عليه، وهي بإذن الله باش تحط يدها في يد الشعب وتحرره من العصابة النهضوية ومنك أنت يا غادر ويا بايع البلاد وبايع تونس. لكن النار تخلف الرماد مني، وبإذن الله الشعب التونسي باش ياخذ بحق حشيد وبحق بورقيبه وبحق تونس الغالي. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.